مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع على قناتي. وصفة اليوم سهلة وسريعة وبسيطة، معانا بسكويت الشوفان بالشوكولاتة من غير فرن. أتمنى أن ينال إعجابكم. المكونات بسيطة وكلها بتكون مكتوبة بصندوق الوصف كما المعتاد. بوعاء على النار حطيت الزبدة معاهم السكر والحليب والفانيلا والشوكولاتة وأقلبهم مع بعض إلى أن تذوب كل المكونات. بعد التأكد من ذوبان كل المكونات أحط اللوز والشوفان، ويفضل أن يكون محمص قليلا، وأقلب الجميع مع بعض. والآن بصحن موضوع عليه ورق الزبدة وبمساعدة ملعقة الآيس كريم أقوم بتشكيل حبات البسكويت كما هو موضح بالفيديو. استمر بعمل كل الكمية، وبعد الانتهاء ادخل الطبق إلى الثلاجة لمدة ساعة. والآن صار جاهز بسكويت الشوفان والشوكولاتة. وصفة بسيطة تنال إعجابكم وإعجاب أطفالكم، ممكن يأخذوها معهم إلى المدارس، مغذية ولذيذة. وشكرا على المتابعة، شكرا على التعليقات الحلوة والدعم المستمر للقناة.